وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإفريقية أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية. ومع إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين في إفريقيا عبر برامج المائية في دول القارة بقيم تتجاوز المليار دولار على مدار 10 سنوات. قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية. ونحن في المملكة العربية السعودية عازمون على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل، ومن هذا المنطلق سرنا أن نعلن عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين المائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج مائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات. كما نتطلع إلى ضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات ما يزيد عن 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين 10 مليار دولار من الصادرات، وتقديم 5 مليار دولار تمويلا تنموي إضافي لأفريقيا حتى 2030.